والأهم في الحملة هي حملة توعوية لكافة السيدات كيفية الفحص الذاتي للثدي، كيفية التعامل إذا في جس كتلة، كيفية التوجه إلى الطبيب لكشف مبكر. نحن عم ننبه أنه كل العالم لازم تعرف، كل السيدات، أنه الكشف المبكر عن السرطان الثدي بنسبة 97%، 95 إلى 97% في نسبة شفاء. فلذلك كانت الحملة أنت أقوى من السرطان. فكل سيدة هي أم وهي زوجة، ومفروض أنه توجه كلنا بحاجتها لحتى نقضي على سرطان الثدي إن شاء الله. الحقيقة نحن بجمعية السورية لأمراض الثدي بهالشهر شهر الوردي عم نحاول نسوي شغلتين بنفس الوقت: الكشف المبكر عن طريق التصوير والتصوير المجاني ولكل العالم، والشغلة الثانية هي عن طريق التوعية والتوعية لكل العالم. فهلأ نحن اللي عم نمشي اثنين مع بعضهم بهالشهر، تصوير كمان حتى بتروحوا بتشوفوا كثير مناطق، وعم نحاول نساوي عدالة بكل المناطق. يعني مثلا في مناطق شوي بعيدة عم نحاول نجيبهم لمحلات في عندهم سم، مثل درعا فرضا. درعا ما في غير جهازي ماموغرافي، بسويدا في عندهم 10، صرنا ناخد ناس من درعا لسويدا يصوروا. هلا الشغلة الثانية اللي بدها تصير انه كل هالنتائج بدها تندرس بعد ما بتخلص الحملة، ونقدر نشوف أول كل شلون تصرف سرطان الثدي بسوريا، عم يصيب الصغار، عم يصيب الكبار، عم يصيب. والشغلة الثانية إنه نوعي العالم إنه سرطان الثدي ومثل أي مرض تاني، إذا لقينا بأوله فنسبة الشفاء لحدود بين 95 إلى 97%. 97% معناتها مرض مثل اي شيء. يعني انا من خلال انه كان عندي تجربه كشف مبكر عن سرطان الثدي، فانا حبيت انشر فكره الكشف مبكر عن سرطان الثدي، لانه انا كنت لما اسمع كلمه ماموغرام او شوفها ما اعرف شو يعني انه هي للهدف الكشف المبكر. فعملت فحص ماموغرام، كنت عايشه برات سوريا، فكان عندي بدايه سرطان ثدي محصور زروعات الغده، ما كان عنده انتشار، فما انا ما عملت لا معالجه كيميائيه ولا شعاعيه. من هالشي صرت انا انبه حواليي كلهم انه لازم تعملوا كشف مبكر. هيئه الشفاء التامين اكيد مهتمين، نحن كقطاع تامين اكيد عندنا مسؤوليات كمؤسسات ماليه، لكن عندنا كمان عندنا مسؤوليه اجتماعيه. بهالمناسبه يعني هو قطاع التامين بادر بالفتره الاخيره وبتاسيس صندوق للرعاية الاجتماعية. فالحقيقة كل هالأمور نحن من ضمن اهتماماتنا. نحن طبيعة عملنا نعنى بإدارة عقود التأمين الصحي لمؤمني الموظفين الحكوميين، جهات الحكومية وجهات القطاع الخاص. طبعا اليوم موضوع الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي له دور كتير كبير، وانتم يمكن شايفين الحملة مو بس على مستوى سوريا، على مستوى العالم كله. We'll be right back.